بسم الله الرحمن الرحيم. في سكشن 6 هنبدأ نتكلم عن الالكترولايت كوندكتيفيتي وكولر لو ترانسفيرنس نمبر، كلها توبكس مرتبطة ببعض، وهنحل شوية في مسائل شيت 5. اوفر فيو او ريفيو سريع عن اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، عشان دايما بنحب كده ايه ناخد التوبيك بتاعتنا نحطها في السكوب او البيج بيكتشر بتاعت الكورس بتاعنا. احنا ابتدينا في الاول خالص بتعريف الالكتروكيميكال سيل، ايه هي الاجزاء بتاعتها، الالكترودز الالكترولايت، وانواع الالكتروكيميكال سيلز الكتروليتيك جالفانيك، وبدانا نربط الالكتروكيميكال سيل دي بالجيبس فري انرجي، ونربط البوتنشال بتاع السيل بالجيبس فري انرجي، وبدانا نتكلم عن الستاندرد الكترود بوتنشالز او الهاف سيل رياكشن بوتنشال. فبدانا نخش في تفاصيل الالكتروكيميكال سيل ونعرف ازاي نحسب، لو احنا عارفين البوتنشال بتاع كل هاف سيل رياكشن بيحصل او كل الكترود بيحصل، ازاي ان احنا نقدر نحسب الالكتروكيميكال سيل على بعض بوتنشال، ونعرف هل دي المفروض تبقى الكتروليتيك ولا جالفانيك سيل. وبعدين بدأنا نقول طب لو احنا مش عند الستاندرد ستيت، احنا كل ده بنتكلم عند الستاندرد ستيت والتيبل بتاعنا كله عند الستاندرد ستيت، فبدأنا نقول طب لو احنا مش عند الستاندرد ستيت هيبدأ الموضوع يتحرك بعيد عن النون ايديال عن الايديالتي. فبدأنا نقول طب ندخل الاكتيفيتي معانا في الموضوع. الاكتيفيتي دي في الاول اعتبرناها كونسنتريشن بس، فبدأنا نشوف تأثير الكونسنتريشن على السيل بوتنشال من خلال نيرنست اكويجن. وبعدين قلنا مش بس الكونسنتريشن هو اللي بيؤثر، الحقيقة الاكتيفيتي عبارة عن جزئين، جزء تأثير الكونسنتريشن وجزء تاني هو مدى الحيود عن الايدياليتي، اللي هو كنا بنقول ان ده اسمه اكتيفيتي كوفيشنت. وقلنا ازاي نحسب الاكتيفيتي كوفيشنت جوه الكترولايت سوليوشنز عن طريق الموديل بتاع دي باي هاكل. فلحد دلوقتي احنا كل ده قاعدين بناخد خطوة لقدام، بنحسن المودلز بتاعتنا من اول الستاندرد والاكوليبريم مودلز لحد ان احنا نبدأ نخش في النون ايدياليتيز. وبعدين كل ده احنا كنا بنتكلم عن الهاف سيل رياكشنز واللي بيحصل عند الالكترودز، لكن ما دخلناش في تفاصيل هو الالكترولايت هيؤثر على السيل بتاعتنا ازاي. فالالكترولايت ده هو جزء من الخلية بتاعتنا او الدايرة الكهربائية بتاعتنا في الاخر، فطبعا ليه دور بيلعبه واكيد ليه ريزيستنس معين وهيحصل عليه فولتج دروب معين، فده طبعا لازم ناخده في الاعتبار. لو احنا الكترولايتك سيل هنبقى عايزين نعرف قد ايه اي ار او فولتج دروب بيحصل جوه الالكترولايت ده علشان نقدر نسبلاي الفولتج الكفايه ان السيل بتاعتنا تشتغل، مش بس الثيوريتيكال فولتج او بوتنشال السيل ده محتاجه. نبدا نتكلم عن التوبكس بتاعتنا النهارده. اول حاجه الالكترولايت كوندكتيفيتي هي بس الابيليتي او قدره الالكترولايت ده او المحلول ده انه يوصل كهرباء. وزي ما اتفقنا قبل كده ان في الالكترولايت التيار بيمشيش زي السيركتس العاديه اللي احنا متعودين عليها، كالكترونز ماشيه في الكوندكشن باند بتاعه ميتال وايرز، لكن بيمشي عن طريق ان في كاتاينز او بوزيتيف ايونز بتتحرك في اتجاه، والانوينز او النيجاتيف ايونز بتتحرك في الاتجاه المعاكس، فيبقى عندنا بوزيتيف رايح في ناحيه ونيجاتيف رايح في ناحيه، ففي الاخر في نت تشارج ترانسفير من اتجاه للتاني، وده اللي بيساعد ان احنا نكمل اللوب مع الهارد وايرز او السيركت اللي بره. بنحسب الكوندكتيفيتي دي ازاي؟ هي الكي، بنرمز لها بالكي، هي اللينث او المسافه اللي ما بين التو الكترودز، دي المسافه اللي هيقطعها الايون وهو ماشي بالتشارج بتاعته، على الريزيستنس بتاعت الالكترولايت ده مضروبه في الاريا، دي الاريا بتاعت الالكترولايت نفسه المتاحه للاكسيديشن او الريدكشن رياكشن، وادي اليونتس بتاعتنا. ال L over A ratio دي كده على بعض اسمها سيل كونستنت. ليه؟ لان دي ممكن تختلف باختلاف الادوات اللي احنا مستخدمينها. السيل كونستنت ده سميناه كونستنت لان غالبا في الكوندكتنس سيل، ودي السيلز او الالكترودز اللي احنا بنحسب بيها الكوندكتيفيتي للسوليوشن، بتبقى ثابته،
بيبقى جايب 2 ميتالز قصاد بعض كده، ومثبت مثبتهم في كونفيجريشن معين على مسافة معينة من بعض، وطبعا ليهم اريا معينة، والكونفيجريشن ده سيت او ثابت، بننزله في المحلول بتاعنا نقيس الكوندكتيفيتي، وبعدين ممكن نحطه في اي محلول تاني او نغير الكونسنتريشن بتاع نفس المحلول ونرجع نقيس تاني. فال اوفر اي دي بتبقى مكتوب على الجهاز نفسه ان ده الكونستنت بتاعنا بكذا، ونشتغل بيها على طول. الريزستيفيتي هي مقلوب الكوندكتيفيتي، الكوندكتنس مقلوب الريزستنس، والمولر كوندكتيفيتي هي الكوندكتيفيتي بتاعت المحلول اللي احنا قسناها ككل على الكونسنتريشن بتاع الملح اللي موجود جوه المحلول ده اللي مسؤول عن الكوندكتيفيتي. يعني في حالة لو احنا بنشتغل على HCl يبقى الكونسنتريشن بتاع ال HCl، لان ده هو اللي هيدي لنا الايونز الفري ايونز اللي هتتحرك وتنقل الكهرباء معاه. تمام، كارش بقى كان بيقول ايه؟ كارش كان بيقول ان المولر كوندكتيفيتي للالكترولايت should be the sum of the molar conductivities of the individual ions. يعني لو احنا عندنا الكترولايت معين عارفين الايونز اللي جواه، فالمولر كوندكتيفيتي للالكترولايت ككل هي مجموع كل ايون لوحده بيساهم قد ايه من الكوندكتيفيتي دي. فاحنا لو عندنا HCl زي ما قلنا من شويه، وعارفين ان ال H positive او البروتونز الكوندكتيفيتي بتاعتها او المولر كوندكتيفيتي بتاعتها ب-X، وال Cl negative المولر كوندكتيفيتي بتاعتها ب-Y قسناها بأي طريقة من الطرق، يبقى المولر كوندكتيفيتي بتاعت المحلول ده ككل او الالكترولايت ده كل هو X plus Y، اللي هي المولر كوندكتيفيتي للبروتون زائد المولر كوندكتيفيتي للكلورايد. والكلام ده if at infinite dilution the behavior of electrolytes is indeed ideal. يعني لو الكلام ده عند ال infinite dilution الالكترولايت بيتصرف فعلا ideal، and the electrolyte ده is completely ionized. يعني احنا عندنا الملح بتاعنا completely ionized، كل ال HCl بقى H positive و Cl negative، وده ممكن نعتبره حقيقي في ال inorganic compounds، لكن في ال organic compounds بيبقى فيه degree of dissociation هنتكلم عليها بعد شوية. و هنا هنبدأ نشوف الصيغة الرياضية. بيقول ان احنا لو عندنا 1 مول اوف سولت من ملح معين او حمض معين، وبيدلنا عدد معين من البوزيتيف ايونز بمولر كوندكتيفيتي اللي هي اللامدا بوزيتيف دي at infinite dilution، النوت دي at infinite dilution، وبيدلنا برضو لما بيتفك عدد معين من النيجاتيف ايونز ليها المولر كوندكتيفيتي النيجاتيف دي، يبقى الـ total molar conductivity للـ solution at infinite dilution برضو بتساوي الـ new positive lambda positive plus الـ new negative lambda negative. يعني الـ molar conductivity للـ positive ions في عددهم اللي اتفك منهم زائد الـ molar conductivity للـ negative ions في عددهم. يعني الكلام ده في الـ HCl زي ما اتفقنا من شوية هيبقى H و Cl وخلاص، لكن لو H2SO4 فيبقى 2 في المولر كوندكتيفيتي بتاعت البروتونز، لان احنا عندنا 2 بروتونز مش واحد هينقلوا التيار معانا، زائد 1 في الاس او 4 جروب على بعض. تمام، بالنسبه للسترونج الكترولايتس لو احنا بعاد عن الانفينيت دايليوشن بقى هنحسب المولر كوندكتيفيتي ازاي، او المولر كوندكتيفيتي بتبعد عن المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن ازاي، بتربطهم الريليشن دي باعتبار الكونسنتريشن هو المؤثر في الموضوع. المولر كوندكتيفيتي عند اي كونسنتريشن معين as a function of concentration بتساوي لامدا نوت اللي هي at infinite dilution minus s ده factor بنحسبه احنا للملح بتاعنا يعني square root الكونسنتريشن. فكل ما نغير الكونسنتريشن الاس واللامدا نوت دول ثابتين نقدر نحسب منهم اللامدا عند اي كونسنتريشن. اما بالنسبه للويك الكترولايتس فاحنا عندنا المولر كوندكتيفيتي بتساوي الفا، دي هي الديجري اوف ديسوشيشن اللي اتكلمنا عنها من شويه، اللي هو قد ايه اتفكك من الملح الانورجانيك ده او الحمض الانورجانيك ده، مضروب في اللامدا نوت اللي هي المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن. طب بنجيب المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن دي منين؟ عندنا تيبل كده زي ما اتفقنا قبل كده في التيبلز، دي ده ستاندرد تيبل ات انفينيت دايليوشن
وهنلاقي فيه كل الايونز اللي احنا محتاجينها. وناخد بالنا ان اليونت هنا بس الارقام دي صغيرة جدا، فهو اخد common factor 10 to the negative 4 عشان الارقام هنا تبقى باينة كويسة معانا. فاحنا لو عندنا نفترض H positive او HCl، يبقى عندنا H positive 350 تقريبا و Cl 76 تقريبا، يبقى مجموعهم على بعض 400 وشوية، ده المولر كوندكتيفيتي لل HCl على بعض. تمام. نقطة مهمة تاني هنا، لو احنا بصينا على الجراف ده هنلاقي ان طبعا square root of C هيبقى دايما بـpositive لو احنا بنتكلم في real numbers طبعا، والاس ده positive value على فكرة، يعني الاس ده دايما بيطلع positive value، فهنلاقي الجراف نازل كيرف لتحت كده. فمعنى كده ان كل ما بنزود الايونز جوه المحلول كل ما المولر كوندكتيفيتي بتقل، وده حاجه ممكن تكون بالنسبه لناس كتير مش سنس، يعني ازاي انا بزود الايونز الفري ايونز اللي ممكن تشيل كهرباء معانا وتشيل تيار وتتحرك وفي نفس الوقت المولر كوندكتيفيتي بتقل، غريبه، خصوصا ان انا لو ماسك اصلا الكوندكتيفيتي ميتر وحطيته جوه الكترولايت وقعدت ازود الكونسنتريشن ده هلاقي الرقم بيزيد. في الحقيقه هي الكوندكتيفيتي بتاعت الالكترولايت ككل هتزيد، الكوندكتيفيتي نفسها الكي هتزيد لان انا طبعا زودت التشارج كاريرز اللي تقدر تنقل الكهرباء بتاعتنا، لكن المولر كوندكتيفيتي اللي هو الكوندكتيفيتي بير مول اوف السولت ده او الاينز دي هتقل. ده راجع لان عند اللو كونسنتريشن مفيش تقريبا انتراكشنز، مفيش زحمه ما بين الايونز وبعض primarily يعني، لكن لما نزود التركيز هيبقى في زحمه وهيبقى في انتراكشن زياده ونون ايدياليتي زياده، وبالتالي الكونتريبيوشن بتاع ال 1 مول لنقل الكهرباء نفسها هيقل. لكن اوفر اول طبعا لو احنا زودنا الكونسنتريشن الالكترولايت كوندكتيفيتي از ا هول هتزيد. الترانسفيرنس نمبر ده مجرد ان هو بيعبر عن قد ايه من التيار الايون المعين ده بيوصله. فاحنا لو عندنا دي المولر كوندكتيفيتي، لو قسمنا على التوتال مولر كوندكتيفيتي هيبقى عندنا الفراكشن ده على بعضه هو التي بوزيتيف او الترانسفيرنس نمبر البوزيتيف، وده بيعبر عن قد ايه من التيار الجزء البوزيتيف بيوصله، وده هيبقى التي نيجاتيف اللي هو قد ايه من التيار برضو النيجاتيف ايونز مسؤول عنه. وطبعا لازم في الاخر يبقوا بيساوي واحد لان مفيش غير البوزيتيف والنيجاتيف، لازم هما الاثنين يساوي 100% من التيار اللي توصل، لان يعني التيار مش هيوصل من حاجه ثالثه غيرهم يعني. فتي بوزيتيف بلس تي نيجاتيف من المعادله دي لازم يساوي واحد. كده احنا خلصنا شرح، نبدا نحل بقى مع بعض. أول مسألة، مسألة تعويض مباشر علشان نمرن إيدينا بس، يقول لنا إحنا عندنا conductivity عايزين نحسب الكوندكتيفيتي لإلكترولايت سوليوشن، الريزيستنس بتاعته بـ 1000 أوم. The previous resistance، الريزيستنس دي was measured in a cell with parallel electrodes 1 سنتيمتر squared in area and 1 سنتيمتر apart. يعني نتخيل كده إن ده عامل زي كيوب، اتنين edges من كيوب معين وباقي ال edges متشالة، سوري اتنين faces وباقي ال faces متشالة، لكن ال edges موجودة عشان تمسكهم في وش بعض، 1 سنتيمتر squared ال area بتاعتهم و apart ال edge الواحد طوله 1 سنتيمتر. عايزين نحسب ال conductivity، بكل بساطة ال K بتساوي L over RA، عندنا ال L، نحاول نخلي بالنا بس ان احنا شغالين SI units فنحولها لمتر، و 1000 اوم مضروب في 1 سنتيمتر سكويرد في 10 اس ناقص 4 علشان برضو نحولها لمتر سكويرد، يطلع عندنا الكوندكتيفيتي 0.1 سيمنز بير متر. بس دي كده المساله بتاعتنا. المساله الثانيه بيقول عندنا 0.1 مولر سوليوشن اوف كي سي ال نون تو هاف ا كوندكتيفيتي، وقسنا الكوندكتيفيتي بتاعته وعرفنا ان الكوندكتيفيتي بكذا. was found to have a resistance of ادالنا الريزيستنس بتاعت المحلول ده لما اتحط في كوندكتنس سيل معين. عايزين نعرف لما 0.2 مولر سوليوشن من ال NaCl ملح مختلف خالص اتحط في نفس السيل نفس الكوندكتنس سيل
وادالنا ريزيستنس مختلفة طبعا لأن الكوندكتيفيتي بتاعته مختلفة، ده ملح مختلف تماما. عايزين نعرف المولر كوندكتيفيتي للـ NaCl solution. فالابروتش بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ احنا عارفين الريزيستنس والكوندكتيفيتي في الحالة الأولانية، فده نقدر ناخده الريفرنس بتاعنا، نطلع من الكلام ده ايه او نستفيد من المعلومات دي ايه. نستفيد ان احنا نقدر نحسب السيل كونستنت اللي هو L over A، لان قال لنا نفس الكوندكتنس سيل. عرفنا ال L over A وعرفنا الريزيستنس في الحالة التانية في حالة الصوديوم كلورايد، نقدر نحسب الكوندكتيفيتي، وهو قايل لنا الكونسنتريشن بتاعه بكذا، نقدر نحسب منها المولر كوندكتيفيتي. فاول حاجة هنجيب السيل كونستنت L over A بتساوي K1 R1، نطلع السيل كونستنت كام، وبعدين نرجع نحسب بنفس السيل كونستنت لانها نفس الكوندكتنس سيل، نقدر نحسب على طول الكوندكتيفيتي في الحاله الثانيه بكام، التوتال كوندكتيفيتي بقى للالكترولايت. عايزين نعرف المولر كوندكتيفيتي، يبقى هي التوتال كوندكتيفيتي على الكونسنتريشن، ونخلي بالنا ان الكونسنتريشن برضو محتاجين نحوله لاس اي يونتس، فاحنا عندنا 0.2 مولر يعني مول بير لتر او جرام مول بير لتر، احنا عايزينها جرام مول بير متر كيوب، هنضرب في 1000 لان المتر كيوب فيه 1000 لتر، نطلع في الاخر بالمولر كوندكتيفيتي بالفاليو دي 0.01 تقريبا. وده بالنسبه للمساله الثانيه. المساله الثالثه بيقول عايزين للاملاح اللي جايه دي اللي هو KCl HCl and BaCl2، عايزين نحسب المولر كوندكتيفيتي عند الانفينيت دايليوشن لكل واحد من دول، وعايزين نحسب الترانسفيرنس نمبر لكل واحد برضو عند الانفينيت دايليوشن. فاحنا اتفقنا الانفينيت دايليوشن يبقى عندنا التيبل بتاعنا، نطلع منه المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن، وهنحل الكي سي ال. فنبص الاول عايزين نجيب الكي بوزيتيف، ننزل عند الكي بوزيتيف هنا هنلاقيها 73.5، ما ننساش ال 10 تو ذا نيجاتيف 4 سيمنز متر سكوير بير مول. وبالنسبه للكلورايد هنلاقي هو بيرص البوزيتيف الاول بعد كده يبتدي بالنيجاتيف، الكلورايد هنا 76.3. يبقى عندنا التوتال مولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن للملح ده ككل هي مجموع الاثنين دول مضروب طبعا كل واحد من دول في عدد الايونز اللي بتتفك من الملح ده، بس طبعا الملح ده بيفك واحد بوتاسيوم واحد كلورايد، وبالتالي مفيش اي عدد ايونز هيتضرب فيه هنا، ببساطه هيبقى مجموع الاثنين مولر كوندكتيفيتيز. الترانسفيرنس نمبر في الحاله دي هو ايه؟ هو ال 73.5 دي بالنسبه لل K على التوتال كوندكتيفيتي بتاعت الملح يطلع 49%، والترانسفيرنس نمبر بتاع الكلورايد كان ممكن نقول زي ما احنا قلنا كده 76.5 اللي هو المولر كوندكتيفيتي بتاعت الكلورايد على التوتال مولر كوندكتيفيتي لل KCl، او كان ممكن نقول 1 ماينس ال 0.49 لان مفيش غير الملحين دول او ال 2 ions دول في المحلول بتاعنا. تاني واحدة اللي هو HCl زيها بالظبط فمش هنحلها، ممكن تجربوها بإيديكوا. نبص على الباريوم كلورايد لأن ده فيه عدد أيونز مختلف في الحالة دي. الباريوم برضو هنرجع نبص في التيبل بتاعنا، ننزل ندور على الباريوم. الباريوم أهو 127.3، وعندنا الكلورايد جبناه في المسألة اللي فاتت كان هنا أهو 76.3، نقدر نجيب على طول التوتال مولر كوندكتيفيتي. بس ناخد بالنا ان بالنسبه للباريوم ادالنا واحد مول بس فهي كونتريبيوت بال 127.3، لكن بالنسبه للكلورايد ادالنا اثنين كلورايد ايونز فيبقى الكونتريبيوشن بتاعه 2 تايمز المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن. وبالنسبه للترانسفيرنس نمبر نفس الكلام، الباريوم هيبقى بيكونتريبيوت بالجزء ده بس من التوتال اللي هم ال 280 دول، والكلورايد الباقي من الواحد. المسألة الرابعة بيقول عندنا conductance cell مليانة ب 0.1 مولر KCl solution، وعندنا resistance بتاعتها عند 25، عايزين نعرف ال cell constant given that لو انت عارف ان ال 0.1 مولر KCl ده عنده conductivity of 1.164 تقريبا سيمنز بير متر. المطلوب الثاني بيقول لو نفس السيل دي اتملت ب 0.01 اسيتيك اسيد، الريزيستنس اختلفت شوفوا قد ايه، وصلت من 25 لتقريبا 2000، كومبيوت ذا مولر كوندكتيفيتي للاسيتيك اسيد. وبعدين يوزنج ذا مولر ايونيك كوندكتيفيتيز للH بوزيتيف والاسيتيت ايون
عايزين نعرف المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن للاسيتيك اسيد ده، وفي الاخر عايزين نحسب الديجري اوف ديسوسيشن لل 0.01 مولر اسيتيك اسيد، اند كمان عايزين نعرف الاسيد ديسوسيشن ايكوليبريم كونستانت. ودي تعتبر الخطوه الجديده بالنسبه لنا في المساله، اول 3 خطوات عملناها قبل كده، فهنعدي عليهم سريعا. اول حاجه السيل كونستانت ال اوفر اي نحسبه من الجيفنز، تاني حاجه المولر كوندكتيفيتي للاسيتيك اسيد في نفس الكوندكتنس سيل، بما اننا جبنا ال ال اوفر اي نقدر نحسبه برضو. وبعدين من التيبل لو رحنا بصينا في التيبل ونجيب الكوندكتيفيتي لل H بوزيتيف لوحده والاستيت جروب لوحدها، هنلاقي لما يجمعهم على بعض هيطلع لنا المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن للاسيتيك اسيد حوالي 390 10 to the negative 4 سينز متر سكويرد بير مول. انا بعدي دور بسرعه لان احنا عملناه قبل كده. فالديجري اوف ديسوشيشن، ودي الحاجه الجديده عندنا، زي ما قلنا هي المولر كوندكتيفيتي عند الجيفن كونديشنز على المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن. تطلع في الحاله دي لما نقسم الرقم اللي احنا جبناه هنا على الرقم ده يطلع تقريبا 3.75%. وبعدين عايزين نجيب الاكوليبريم الكونستنت، الاكوليبريم ديسوشيشن كونستنت. فعندنا المعادله بتاعه الديسوشيشن للاسيتيك اسيد، لو داخل عندنا كونسنتريشن معين اللي هو السي الجيفن هنا، وداخل عندنا زيرو من الاسيتيت ايون والبروتونز او الهيدروجين ايونز، وتفاعل عندنا الفا معينه، هيخرج 1 ماينس الفا في الكونسنتريشن دي. دي نسبة التفاعل، الفا سي هو العدد اللي اتفاعل، فهينتج الفا سي اسيتيت جروبس او ايونز والفا سي بروتونز. الاكوليبريم كونستنت عموما في اي رياكشن بيبقى ايه؟ الاكتيفيتي بتاعت البرودكتس على الاكتيفيتي بتاعت الرياكتنس. فعندنا الفا سي تايمز الفا سي على 1 ماينس الفا في سي، يبقى السكوير بتاعت السي اللي فوق هتطير مع السي اللي تحت، يفضل عندنا الاكسبريشن ده. نعوض بالجيفن فاليوز، احنا حسبنا الالفا هنا ب 0.0375 والسي كانت اوريدي جيفن 0.01 مولر، نحسب الكلام ده يطلع عندنا الاكوليبريم كونستنت. طيب حاجه مهمه قوي ناخد بالنا منها، اعتقد احنا اتكلمنا عليها في سكشن قبل كده بس مفيش مشكله ان احنا نعيدها. الاكوليبريم كونستنت دايما دايما يونتلس او دايمنشنلس، لان احنا الاكتيفيتي دي في اساس الديفينيشن بتاعها من الاول خالص قلنا ان احنا بناخد ريفرنس ستاندرد ستيت معينه، وفي حاله الالكترولايتس او سوليوشنز هي 1 مولر كونسنتريشن، وفي حاله الجاسز هي 1 اتموسفيريك بريشر. فالكونسنتريشن بتاعنا هنا ما كانش ينفع نحوله اس اي يونتس، لازم نشتغل بالمولر، لان ده المفروض سي مقسوم على سي نوت اللي هي بواحد بس، واحد مولر، فنحطها زي ما هي 0.01 مولر. والالفا سي دي على بعض كده كاكتيفيتي للاسيتيت جروب كانت هتبقى الفا سي اوفر سي نوت، بالنسبه للهيدروجين بوزيتيف كانت تبقى برضو الفا سي اوفر سي نوت، وبالنسبه للاسيتيك اسيد على بعض كان هيبقى 1 ماينس الفا سي اوفر سي نوت. فالسي نوت بما انها بواحد احنا كده كده ما بنحطهاش علشان ما نكبرش المعادله بتاعتنا، لكن مش معنى كده ان هي مش موجوده، لازم نفتكرها كويس، لان في لحظه زي دي هتفرق معانا في الفاليو لو احنا حولنا دي اس اي، وهتفرق معانا ان ممكن حد ما ياخدش باله يحط يونت هنا على اساس ان الالفا دي دايمنشنلس وعندنا الكونسنتريشن بالمولر فيحط هنا مولر يونت. المساله اللي بعدها عايزين نعرف المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن للاسيتيك اسيد، لو المولر كوندكتيفيتي للصوديوم اسيتيت وصوديوم كلورايد لل HCl is given 91 126 426 respectively. Calculate the degree of dissociation لل acid ده given the molar conductivity of the acid at the given concentration 16.5 بال units اللي given قدامنا دي هنا. فيبقى احنا عايزين حاجتين، أول حاجة نجيب المولر كوندكتيفيتي لل acetic acid at infinite dilution بمعلومية التلاتة دول من غير ما نروح للتيبل ونبص، وعايزين نعرف برضو الـ degree of dissociation لو عند given concentration معين كده حسبنا أو قسنا
ال concentration sorry قسنا ال conductivity molar conductivity لقيناها 16.5. فادي المعادلات او ال values اللي هو ادهالنا، احنا بس هنفكها. والمسألة دي بكل بساطة هي تعامل رياضي بسيط. عندنا ثلاث معادلات، الثلاث معادلات دول فيهم الاينز اللي احنا محتاجينهم واللي مش محتاجينهم. احنا محتاجين ايه في الاخر؟ محتاجين الاسيتيت والبروتونز، وعايزين نطير ال Cl وال Na positive. فلو بصينا على الثلاث معادلات دول كده نقدر نقول لو من المعادلة الاولى طرحنا منها المعادلة الثانية وزودنا عليها المعادلة الثالثة، ال Na positive وال Cl هيطيروا مع بعض، ويفضل عندنا بس الاسيتيت والهيدروجين بوزيتيف. نقدر نحسب منها على طول قد ايه المولر كوندكتيفيتي للاسيتيك اسيد عند الانفنت دايليوشن. وعلشان نجيب الديسوشيشن كونستانت ال 16.5 اللي هو اداها لنا هنقسمها على ال 391، بس طبعا هو اداها لنا بالسنتيمتر سكويرد، سيمن سنتيمتر سكويرد بير مول، لكن احنا هنا طلعناها اس اي يونت. كان ممكن ما نطلعهاش اس اي ونشتغل عادي على طول باليونت اللي هو متهم. المسألة السادسة بيقول لو انت عارف ان الكوندكتيفيتي لإكستريملي بيور ووتر بتساوي كذا، استيميت ذا سيلف ديسوشيشن كونستنت اوف ووتر. دي هتبقى مسألة ترايلون كده لطيفة، وادي الفاينل انسر برضو علشان تبقوا عارفين انتوا رايحين فين وتعرفوا الحل بتاعكم صح ولا غلط. نفس اللي عملناه في الاسيتيك اسيد ديسوشيشن هنعمله هنا بالظبط، لكن في فرق اساسي. وافتكروا الاكتيفيتي بتاعت الميه بتساوي كام واحنا بنشتغل في الاكسبريشن بتاع الاكتيفيتي. نخش على المساله اللي بعدها. عندنا المولر كوندكتيفيتي للسيلفر نيتريت عند 25 فور فيريس كونسنتريشنز از اس فولوز. اهي الجدول بتاعنا، كونسنتريشن مع 100 مضروبه في المولر كوندكتيفيتي. عايزين نعرف من الداتا دي نجيب المولر كوندكتيفيتي ات انفينيت دايليوشن للسيلفر نيتريت. فعندنا التابل ده، من التابل ده زي ما قلنا الريليشن طبعا ده inorganic compound، فنقدر نقول ان ده strong electrolyte، وبالتالي الريليشن بتاعت لامدا بتساوي لامدا نوت ماينس اس سكوير روت سي نقدر نستخدمها. ادي الخطوات على الاكسل، ادي الجدول بتاعنا، السي اهي لامدا المية مضروبة في اللامدا، وادي سكوير روت اوف سي. لو رسمنا linear relation ما بين اللامدا و square root of c المفروض يبقى عندنا ال slope ده بيعبر عن ال s و minus s، ال slope ده هيعبر عن minus s، وال intersection أو ال intercept هنا هيعبر عن اللامدا نوت. فنقدر على الإكسل نطلع على طول ال trend line أو ال best fit ونطلع منه اللامدا نوت هتطلع بكام. وأدي برضو relation عشان نشوف دي مع ال سي مش بس مع ال square root سي، عشان نشوف ال relation عموما بتمشي ازاي زي ما اتفقنا قبل كده ان هي بتنزل كل ما ال concentration يزيد. تمام، انا هنا حسبت ال error percent، مش فاكر بصراحة هو كان طلبه في المسألة ولا لا. لا مش مطلوب في المسألة، بس انا حسبته من الجدول وحسبته من ال approximation اللي احنا جبناه. ادي من الجدول اهو، وادي من ال experimental results، طلع ال error صغير جدا جدا 0.02%، وده ايرور مقبول جدا يعني. تمام، مسألة تامنة بيقول عندها 150 مللي لتر من saturated solution barium hydroxide was titrated with 1 molar H2SO4. The resistance of the solution was measured. احنا عندنا بنعمل titration للباريوم هيدروكسيد موجود في بيكر او في conical flask، وال H2SO4 او السلفوريك اسيد موجود في البيرات بتاعتنا. الريزيستنس بتاعت المحلول ده كانت متقاسه على طول الفتره بتاعت التايتريشن، وادي الفاليوز بتاعتنا. عايزين نعرف given that the cell constant، لو احنا عارفين ان السيل كونستنت ده اللي احنا استخدمناها في الحسابات بتاعتنا دي كانت 104 متر ماينس 1، عايزين نعرف الكوندكتيفيتي عند each point من دول. كل point من دول عايزين نعرف الكوندكتيفيتي. طبعا عندنا ال R وعندنا ال cell constant K L over R A. Plot conductivity versus volume of the acid and locate the equivalence point. عايزين طبعا احنا لاحظنا هنا نلاقي الريزيستنس قاعده بتزيد 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 وبعد كده بترجع تقل، فاحنا عايزين نرسم الكوندكتيفيتي اللي هنحسبها في رو زياده من هنا
مع الـ volume of the acid بالمليليتر، ونشوف الـ equivalence point فين. وبعدين عايزين نعرف الـ concentration للـ barium hydroxide في الـ saturated solution ده، اللي احنا already اشتغلنا عليه من الأول، أو كنا بنعمله titration من الأساس. المسألة دي هتبقى assignment، بس أنا هقول quick thoughts أو quick hints عن المسألة أو السيستم، لأن دي مهمة من الأبليكيشنز المهمة بالنسبة لنا. تخيلوا كده لو احنا عندنا سيستم وعايزين نعمله بدل التيتريشن اللي احنا متعودين عليها بالـ pH، احنا في الحالة دي عايزين نعمل تيتريشن بقياس الكوندكتيفيتي أو الريزيستنس. فزي ما اتفقنا، كل ما الأيونز بتزيد في المحلول كل ما الكوندكتيفيتي بتاعتنا بتبقى أحسن ككل، وطبعا حسب نوعية الأيونز زي ما شفنا في التابل الأيونز المختلفة بتدي ريزيستنس أعلى أو أقل. فالسيستم بتاعنا هنا إيه؟ عندنا كونيكال فلاسك فيها الباريوم هيدروكسيد سوليوشن اللي احنا عايزين نعرف الكونسنتريشن بتاعه، وبنعايره أو بنعمله تيتريشن ب1 مولر سلفوريك أسيد، ده الستاندرد بتاعنا اللي بنعمل بيه المعايرة، ومفيش أي انديكيتور للون ولا الكلام ده. الانديكيتور بتاعنا في الحالة دي اللي هنعرف منه الايكوفالنس بوينت هو الريزيستنس أو الكوندكتيفيتي للمحلول ده ككل. اللي بيحصل هنا إيه؟ اللي بيحصل إن لما السلفوريك أسيد ده بينزل يتفاعل مع الباريوم هيدروكسيد، السوليوشن كان فيه باريوم أيونز فري عشان تنقل التيار، وهيدروكسيد أيونز فري برضه عشان تنقل التيار. لما السلفوريك أسيد ينزل عليهم هيبقى عندنا تفاعل نيوتراليزيشن ما بين السلفوريك أسيد وما بين الباريوم هيدروكسيد. الباريوم سلفيت ده هيترسب أصلا كسوليد سوليد بريسيبتيت، والـ H بوزيتيف مع الـ OH هيتفاعلوا ويكونوا مية نيوتراليزيشن، وبالتالي كمية الأيونز اللي كانت حرة جوه المحلول تشيل التيار بتاعنا أو تنقل التيار قلت، فأكيد الريزيستنس هتزيد. فالريزيستنس تقعد تزيد 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 لحد بوينت معينة. عند البوينت دي اللي هي الإيكوفالنس بوينت بتاعتنا، عندها الـ H2SO4 خلص كل الباريوم هيدروكسيد اللي موجود في المحلول بتاعنا، وبالتالي أي H2SO4 زيادة هينزل بدل ما هيروح يتفاعل ويقلل الكوندكتيفيتي أو يزود الريزيستنس بتاعة المحلول، كل اللي هيحصله إن هو هيحصله ديسوشيشن لهيدروجين بلس أيونز و SO4 2 نيجاتيف أيونز، ويبدأوا يزودوا الكوندكتيفيتي بتاعة المحلول أو يقللوا الريزيستنس. فمن الجدول من قبل ما نرسم واضح ان الايكوفالنس بوينت عند ال 6.3 مللترز هنا. ليه؟ لان الريزيستنس قعدت تزيد، لان الايونز قعدت يحصلها ديبليشن بتتفاعل مع H2SO4، وبعد ما الايونز كلها خلصت بدأ ال H2SO4 ينزل ما يلاقيش ايونز يتفاعل معاها فيتحلل وينقل التيار، فالريزيستنس تقل جوه المحلول بتاعنا. كده احنا خلصنا سكشن 6. في بروجكت هنزله لكم ان شاء الله بكره. البروجكت ده هيبقى عليه ممكن 10 درجات او اكتر، احنا عايزين بصراحه نلم درجات على قد ما نقدر، عشان كده هتلاقوا ان احنا بنحط اساينمنتس كتير، وعايز ابعد على قد ما اقدر عن الكويزز. فالبروجكت ده هيبقى حاجه شبه بديل للميد تيرم ولا حاجه شبه كده يعني، علشان نلم درجات كتير. هنزله لكم بكره، ويبقى معاكم اسبوعين تشتغلوا على البروجكت ده. هيبقى زي بيبر صغيره ولا ريبورت صغير ريسيرش تكتبوه عن ابلكيشن الالكتروكيميكال ابلكيشنز، ونسلمه بعد اسبوعين. لو في اي اسئله طبعا ابعتوا لي في اي وقت على جوجل كلاس روم يا ريت، علشان لو السؤال حد تاني هيستفيد منه لما نجاوبه بدل ما يسال كلنا نفس الاسئله. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت عايزين نعمل اونلاين ميتنج تقريبا كل اسبوع، طبعا مش اوبليجاتوري مش اجباري ان حد يحضره، ده مجرد ان انا هبقى موجود لمده ساعه او ساعتين بجاوب على اسئلتكم. لو حد عنده اي مشاكل او اي اسئله يقدر يخش يسالني. اللي شايف ان الدنيا حلوه معاه والموضوع بسيط مش محتاج خالص يدخل، مفيش لا حضور ولا درجات ولا هشرح حاجه جديده ولا اي حاجه، ده بس علشان اساعدكم زياده يعني. شكرا والسلام عليكم.